ولما أبلش أنا مش عارف شو الألوان اللي عندي. I will start. لازم يكون عندي ورقة فاضية اللي دائما أخلط عليها حتى أشوف اللون. هاي ورقة دكتور. بدي ورقة. Thank you, chief. You could record if you'd like. حلو في ريكورد. مين اللي هذيك النهار ريكورد؟ Look what I'm doing. First, let me start with the Italian Cyprus. Italian Cyprus, اللي هو إيش؟ سرو عمودي. Look what I'm doing. I'll start from the bottom, going up. From the bottom, dark, going up. Watercolor is a beautiful tool. بخفف المية اللون. And that's how I start doing my Italian cypress as a tree. بجي على شجرة الفينيكس ديكتيليفر انه هو النخل مثمر وبستعمل لون غامق له. Diamond, when you are doing watercolors, watercolor مش زي oil painting, okay? وأنا بشتغل بالأخضر ما لازم أستعمل وأخربط اللون. بظني على الأخضر using the greens وبعدين. أي واحد منكم بيخاف يستعمل water colors, do not. Water color is a beautiful tool, خصوصا إذا كانت على water color paper. بجي على trunk. 1, 2, 3. These are three jacarandas. Jacaranda acutifolia. Jacaranda, شجرة متساقطة. شوفوا لونها. Look what I'm doing. عليها شوية أحمر. عليها شوية أحمر. هذا معنى معي أنا معي هون. فأنا بستعمل هي على حمار بس هي على شو اسمه هذا اللون بنات بيعرفوا. What is this color؟ خمري. Indian red. Look what I'm doing. شجرة ما بتكون كلها صحة. ما بتكون الشجرة كلها قبل ما اللون يمتصه. I will use a little bit of greenery, a little bit of yellow حتى يكون الخضار مصفر تاع رسمتي. Okay. And I dilute. تعرفوا شو معنى كلمة dilute؟ dilute بخلط. وبجي at this end يجود. And I do this. On this side. هلا كلهم هذول ايش؟ كلهم جاكرانداز، اوكي؟ Look what I do. ما تدخلوها على هذيك مشان ما تضرب بالشجرة الثانية، اوكي؟ Okay? Look at that. Green, green. Little bit touch of yellow. تمام؟ لأنه هي متساقطة، لما تطلع الأوراق الخضر بكونوا الأوراق الخضر إيش؟ على صفار بكونوا صح؟ بعدين بصيروا أخضر مصفر، بعدين بصيروا دارك جرين. This is how I do my trees usually. برجع هون كمان بحط اللي كمان. هلا الجاكراندا بيطلع عليها ورد، هي وردها. Look at this. This is a jacaranda. Okay. هلا بكمل هون كمان. يعني ثلاث شجرات. ثلاث شجرات هدول they are good. Jacaranda, acutifolia, شجرة. جابها الملك عبد الله الأول من تركيا. He brought it from Turkey. وزرع أول ما زرعها بالديوان الملكي العامر. وبعدين زرعتها أمانة العاصمة كانت آنذاك.
وبلشت تصير بالتريد عندنا. I use it. It's a high canopy tree. توصل لحوالي 12 متر بعرض 14 متر. تزهر بهذا اللون. And that's how I do that. بعد مرات when you draw you should draw areas بجوز ما تخلص عندك presentation وتلتحق مش شرط تخلص كل رسمتك. But what we do? بجي على اللون الأزرق. وين الأزرق هي؟ دائما بعمل طرف هون طرف بالنص وبجي على إيش؟ What is this? This is my water touching. بكون فوق غامق. كل ما قربت هون على الإجز بعمل المية بتصير تضرب سمها وبعمل كمان a little bit of greenery لأنه المية بعد مرات بتطحلب مشان أعمل شوية شادو I'll bring brown والبراون بحط معاه بلو تمام شو بصير gray صح؟ Look what I do. Yeah. شو هدول؟ انعكاس الأشياء. إيه والله خمس دق خمس دق خمس علامات إلى. Sometimes. بجي ورقتي. And this is how I do that. بجي للروكس. Look at the rocks. Rocks. I'll use a little bit of brown red. Brown red, صخوري, with a little bit of yellow. صح؟ This is how I do my rock formation. أنا عادة. إذا بدي بقدر أعملها twist ب twist the colors, change it with a little bit of brownish من هالgrayish اللي عملته هناك. This is my rock formation. كل ما جيت عند البحر بخلي ألوان شوية إيش بخلي الألوان تكون على grayish to brownish And then I dilute it. This is how I do. شو هاد? This is a berm. البرم بيجي على أصفر على أخضر أو أخضر بسميه مصفر. تمام? This is how I do grass. Look at the grass. Grass comes up like this. A wave of grass. Another wave of grass. تمام? يكون على لون مصفر صح؟ And this is how I do that. شو هاي اللون؟ What is this? Cantilever. It's a cantilever overhead structure. بدور على لون هيك يكون ايش؟ شامل. Intriguing color. Attractive. And that's how I do my overhead structure on a beach or on an overlooking area. بجي على الناس بخاف ألتحق أنا بالوقت دائما برسمهم بأكسنت كولرز أكسنت كولرز اللي يبينوا فورا Then I will come في trunks the trees. Look at the trunks of the trees. Where are the browns? هذا brown. بدي أعمله شوية dark.
بخلط ثلاث ألوان براون بلو أوكي and this is how I do my trunk. شوف جهة واحدة من الترنك أوكي وبجي على اللي فوق بقطع الترنك أوكي ما بخليه إيش continuous مشان تكون الرسمة معي it should talk what design I am doing. Alright, this is how I paint my landscape. I will come to the